أقام التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة مراسم لتسليم قاعدة بسمية العسكرية جنوبي بغداد للقوات العراقية. حسب تقارير، هذه القاعدة هي سابع موقع يسلمه التحالف الدولي للعراق. وظل التحالف الدولي يجلي الأفراد والمعدات من قواعد عسكرية مختلفة في العراق هذا العام. يذكر أنه في 3 يناير شنت الولايات المتحدة غارة جوية قتلت خلالها قاسم سليماني قائد قوات القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني، وأبو مهدي المهندس نائب قائد ميليشيات الحشد الشعبي الشيعية العراقية. عقب ذلك صادق المجلس الوطني العراقي على قرار يدعو إلى إنهاء وجود القوات الأجنبية داخل أراضيه.